أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على دلالات إعلان الإمارات سحب قواتها من العاصمة المؤقتة عدن. أعلنت الإمارات عودة قواتها العاملة في العاصمة المؤقتة عدن بعد إنجاز مهمتها وتسليم المدينة للقوات السعودية. وقالت قيادة القوات المسلحة الإماراتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن عملية تسليم عدن إلى القوات السعودية تمت بمسؤولية وفقا لاستراتيجية عسكرية ممنهجة لضمان المحافظة على الإنجازات المحققة وفقا للبيان. وأشارت إلى أن القوات الإماراتية وبالتعاون مع القوات السعودية ستواصل حربها على ما أسمتها بالتنظيمات الإرهابية في جنوب اليمن ومناطق أخرى. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما الذي يعنيه سحب الإمارات لقواتها من العاصمة المؤقتة مع الإبقاء على حربها على اليمن؟ وهل يمكن القول أن انسحاب القوات الإماراتية وانقلاب المجلس الانتقالي كان الهدف منه إيجاد مبرر لقدوم القوات السعودية بالنظر إلى اتفاق جدة؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. إعلان للانسحاب من العاصمة المؤقتة، ذاك ما علقت به الإمارات على تسليم مهام قواتها الأمنية لقوات سعودية. لكن الإمارات التي أرادت إعلام الرأي العام الدولي بسحب قواتها أبقت أيضا على الوجه الآخر من حربها على اليمن تحت مسمى الحرب على الإرهاب، وتلك حرب تصفية حسابات أخرى تستغل بموجبها الإمارات التفويض الغربي للحرب على الإرهاب لتمرير أجنداتها في اليمن. حديث الإمارات عن سحب قواتها من العاصمة المؤقتة جاء كواحدة من ضمن مصفوفات اتفاق جدة المزمع توقيعه قريبا، وذاك موضوع له تأويلات عدة وقراءات مختلفة تبدو معه الأطراف اليمنية كحال الأطرش بالزفة. فالحال أن تواجد القوات الإماراتية في أي من بقاع اليمن كأن الهدف منه إيجاد مبرر لقدوم القوات السعودية، وقد تكرر ذلك كثيرا. وذاك قول يذهب باتجاه حديث أشيع في البدايات الأولى لتدخل التحالف في اليمن عن عدم قابلية الذهنية اليمنية لتواجد القوات السعودية في الأراضي اليمنية. أما الآن فقد أصبح قدوم القوات السعودية محل ترحاب لدى الكثيرين، وكأنها المخلص من بطش القوات الإماراتية وانتهاكاتها الجسيمة. فهل يعني أن لعبة مورست من قبل شركاء الحرب في اليمن كان الهدف منها إيجاد هذا التحول في الذهنية اليمنية؟ ولربما أيضاً أن الإمارات لم تعد بحاجة لتواجد قواتها على الأرض طالما وقد أنشأت أدوات محلية تشتغل على أهدافها وتجنبها تبعات ما حدث في اليمن من انتهاكات يجرمها القانون الدولي الإنساني، لتضمن بذلك تحكمها في المشهد اليمني عن طريق قفازات تمسح بها أو عليها آثار الجريمة. إذن لمناقشة أوسع ينضم إلينا من نيويورك الباحث السياسي عبد رب وازع الشايف. سيد عبد رب، مرحبا بك معنا. ما الذي يفهم من بيان الإمارات بسحب قواتها من العاصمة المؤقتة عدن فقط بداية؟ أهلا وسهلا، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. أولا بيان الإمارات لم يأتي بجديد، سبق وأن أعلنت الإمارات ذلك من قبل، وهذه المرة إعلان الإمارات لم يكن رسميا عن انسحابها من التحالف أو عن خروجها من اليمن. هي حددت منطقة واحدة وهي عدن وتسليم وما زالت ضمن التحالف ومستمرة في تنفيذ أجنداتها. اللهم أنها انتقلت من فشل التجربة المباشرة إلى تحريك الملفات واللعب سياسيا عبر نفوذها ومنذ وبقائها داخل التحالف وبواسطة أدواتها. يأتي هذا الإعلان عبر الاتفاق الذي حصل في الرياض، ولحد اللحظة لا أحد يعلم فحوى الاتفاق، كل ما نسمع عنه هو مجرد تسريبات. لكن في المجمل الإمارات ما زالت باقية بأدواتها، أعلنت الانسحاب وتركت المجال للمملكة العربية السعودية، والسعودية والإمارات تعمل بخط متوازن. الإمارات لا تعمل شيء في
بغياب السعودية أو في غفلة عن السعودية أو أن المملكة السعودية لا تعرف ما الذي تقوم به الإمارات على مدى الأربع سنوات. أنا أرى أنه مجرد ذرة مات على العيون. الإمارات طالما وهي باقية في التحالف ولم تحاسب على كل الأعمال وعلى عرقلة تحرير اليمن وإسقاط الإنقلاب، فالإمارات ما زالت جزء من هذا الإشكال. ووجود القوات السعودية في الجنوب أو كما قال أعلن عنه إعادة تموضع، هذه كلها مجرد مسرحية. الهدف من هذا التحالف الذي جاء بالإمارات وجاء بالسعودية واضح من الوهلة الأولى، استعادة الدولة. لم يقوم هذا التحالف ولم يحارب اليمنيين كي تأتي السعودية وتتموضع حيث فشلت الإمارات. تبادل الأدوار هذا عفى عليها الزمن. اليمنيين أصبحوا يعرفون جيدا إن هذا التحالف فشل 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 ذريع. نحن نتكلم عن أربع سنوات منذ انطلاق أو شكنا على الخامسة منذ انطلاق التحالف ما يسمى استعادة الشرعية. والذي حصل أنه عكس ما توقعناه وعكس الأهداف. السعودي الإمارات تتراجع خطوة للخلف بعد فشل الإمارات وفشل مشروعها. جاء هذا الاتفاق عبارة عن رمي حبل النياه للإمارات كي تعود خطوة للخلف وتظهر القوات السعودية تحل مكانها، لكن هذا بعيد عن الهدف الأساسي لهذا التحالف وما يريده اليمنيين من هذا التحالف، استعادة الدولة. كل ما تفعله الإمارات في الجنوب لم تكن السعودية غافلة عن ذلك. الرئيس اليمني الممنوع من العودة إلى عاصمة اليمن المؤقتة مقيم في داخل الإمارات وفي داخل المملكة السعودية، وهي عارفة بكل التفاصيل، لديها علم ولدينا علم والعالم أجمع يعلم أن الإمارات تبني ميليشيات داخل الجنوب وتدعم فصيل انفصالي هناك. ومع ذلك في الوهلة الأخيرة حين استيقظ اليمنيين ورأوا أن وجود هذه الدولة ضمن التحالف وبقائها في اليمن يشكل خطر ليس على التحالف فقط بل على قضية اليمنيين ووحدتهم وسلامة أراضيهم، وحين انتفض اليمنيين وشعروا بهذا الخطر جاءت المملكة السعودية بهذه الاتفاقيات كي تحل محل الإمارات، والمسرحية ما زالت مستمرة. اليمنيين لحتى هذه اللحظة لم تعد الدولة. تفضل. نعم تفضل بالبقاء معي. أشرت لنقاط كثيرة حول انسحاب إعلان بيان الإمارات الانسحاب، أنه تبادل أدوار وعكس الأهداف التي أتى من أجلها التحالف. سنعود لمناقشة معك حول هذه النقاط التي أشرت لها. ينضم إلينا أيضا من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. سيد إبراهيم، من الواضح اليوم بأن بيان الإمارات أنها انسحبت أو سحبت قواتها من العاصمة المؤقتة عدن، لكنها أبقت على حربها مفتوحة على اليمن في إشارة إلى محاربة الإرهاب. أنت كيف تقرأ قرار الانسحاب الإماراتي وما هي تبعاته؟ أولا أهلا وسهلا بك وتحياتي لمشاهدينك الكرام. أنا فالأمر أصبح واضحا بالنسبة لليمنيين، الإمارات لم تنسحب وهي متواجدة في اليمن، وربما انسحبت في شبكات التواصل الإعلامي وعلى وسائل الإعلام، لكن على الأرض هي متواجدة. لو نتحدث عن انسحاب الإمارات من قواتها من اليمن، هذا يعني أنها انسحبت من التحالف الذي لم يعد فيه سوى المملكة العربية السعودية والإمارات. ولذلك لماذا لم تعلن بشكل شفاف وواضح أنها انسحبت من ذلك التحالف؟ من الذي يمنع الإمارات غدا من ضرب القوات اليمنية في أي مكان في العالم في اليمن طالما وهي ما زالت جزء من التحالف؟ لكن هذه كلها أمور جانبية. السؤال الجوهري هو أين الشرعية اليمنية وأين استعادة الشرعية اليمنية؟ لماذا تستبدل القوات الإماراتية بسعودية والسعودية بإماراتية في كل المشاكل السابقة، حتى على في سقطرة عندما طالب الشعب اليمني بانسحاب القوات الإماراتية في سقطرة كونها لم يجد فيها أي مواجهات مع الحوثيون، بدلا عن إخراج الإماراتيين من الجزيرة تم جلب السعوديون. هناك مسرحية باتت واضحة للشعب اليمني. نحن لا نطالب بقوات لا سعودية ولا إماراتية ولا غيرها. الشعب اليمني يطالب باستعادة الشرعية إلى الداخل.
هناك قوات مسلحة مع الحكومة اليابانية متواجدة في كثير من المعسكرات وعلى ربوع الوطن. لماذا لم يتم؟ إذا كان هدف هذا التحالف الخبيث هو استعادة الشرعية كما يروجون له، لماذا لم يسمحوا للقوات الحكومية التابعة للحكومة الشرعية بالسيطرة على، ليس بالسيطرة هو مصطلح خاطئ، بالعودة إلى المعاصمة المؤقتة التي من المفترض أن تسلم إلى الحكومة الشرعية وليس إلى دولة انتداب ثانية مثل المملكة العربية السعودية؟ نحن نتحدث على أحاديث جانبية ليس لها علاقة لا بالسعادة الشرعية ولا بمحاربة الحوثيين، وإنما لإعادة تموضع بين السعوديين والإماراتيين لذر الرماد على العيون بالنسبة لليمنيين. لكن هذه الشماعة، لكن سيد إبراهيم، لو هل تعتقد أن الجميع اتفق أو جميع الأطراف سواء كان الإقليمية المتدخلة في الشأن اليمني أو الأطراف اليمنية أنها تتجه الآن أو أنها بحاجة إلى الجلوس أو الحلول في مسألة حوارات واتفاقات ونقاشات بدلا عن الحسم العسكري الذي لم ينتهي والذي استمر لمدة 5 سنوات لم نستطع حتى أن نتجه إلى صنعاء؟ هذا أيضا شماعة أخرى. الأمور واضحة، السعودية والإمارات هي من خلقت المشكلة الجنوبية ومن خلقت المجلس الانتقالي الجنوبي ومن يعني أعطته المال والسلاح لغرض السيطرة على المناطق الجنوبية وعلى الموقع الاستراتيجي الهام بالنسبة لباب المندب وللجزر والموانئ اليمنية. النقطة الثانية، يعني من المانع أنهم سيلعبون نفس اللعبة مع الحوثيون؟ الهدف يجب أن نركز على الهدف. الهدف الإماراتي السعودي هو السيطرة على الموقع الجغرافي اليمني والسيطرة على القرار السيادي اليمني، هذا هو الهدف بحد ذاته. لكن المشاريع الأخرى هي مجرد درنا إلى أمور جانبية ليست لها علاقة بهدفهم من اليمنيين. أما بالنسبة للحديث حول مع الحوثيون، اليمنيين كلهم يدركون أن الحوثيون لن يسلموا السلاح بتفاوض سياسي. الحوثيون ميليشيات سلالية تؤمن أن حقهم أنه حق إلهي حكمهم لليمن وبالذات المناطق الشمالية. نعم. فلذلك لن يدخلوا في مفاوضات إلا إذا كانت مفاوضات تسليمهم المناطق الشمالية، وهذا لن يكون مقبولا. بالنسبة للمجتمع الدولي، القضية اليمنية هي بيد المملكة العربية السعودية على المستوى الدولي، والمجتمع الدولي سلم بهذا الشيء مقابل صفقات السلاح التي تعقدها المملكة العربية السعودية مع كثير من الدول الأوروبية، ومن ثم سلموا لهم الملف اليمني. المشكلة هنا ليست أن ما يحدث اليوم في عدن سوف يسهل أي عملية سياسية أو مستقبلية في الشأن اليمني، بل العكس يعقد الأمور أكثر. سننجر إلى الآن صراع جنوبي الآن صراع بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية، وأن الذي سيؤكد مستقبلا أنه لن يكون هناك صراع طويل المدى في الجنوب بحيث الحوثي يسيطر على المناطق الشمالية لسنوات قادمة. فهذه الشماعات لم تعد تنطوي علينا كيمنيين. يجب أن يدرك اليمنيين أنهم في حرب، هم أصلا الشعب اليمني ليس جزء منها، وإنما حرب مصالح إقليمية، واليمنيون إلى حد الآن لا يقبلون بهذا الحرب، ولا يقبلون لا بميليشية الحوثي ولا بالتسلط أو الانتداب الإماراتي السعودي. أما بالنسبة لموضوع الحكومة الشرعية، الجميع يدركون أنهم ليس لهم أي قرار اليوم، أنهم يسلمون بما تضغط عليهم السعودية والإمارات وكثير من مسؤولين الشرعية. الآن هم طابور خامس لهذا التحالف، وجزء منهم غارق في الفساد، وعلى سبيل المثال عبد ربه منصور هادي وابنه غارقين في الفساد. أنقل هذا الطرح سيد إبراهيم قعطبي إلى ضيفنا من نيويورك أيضا عبد ربه وازع الشايف. إذا هذا سيد قعطبي يطرح أن الحكومة الشرعية ليس لديها أي قرار. أين هي الشرعية، الحكومة الشرعية من مسألة الاستلام والتسليم التي حدثت في عدن بين الإماراتيين والسعوديين؟ سؤال وجيه. الجميع يتساءل أين السلطة، أين الدولة الشرعية من كل ما يحدث؟ أولا السلطة الشرعية الدولة ممثلة بهيئة الرئاسة موجودة داخل المملكة العربية السعودية، وفرضت عليها ضغوط من المملكة العربية السعودية مورس ضدها
للوصول إلى هذا النقطة اللي الدائرة التي ندور فيها. الوضع بالمجمل لا بد أن ننظر إليه يعني بكل المشتقات. هناك في اليمن لدينا قضية واحدة وهي يعني هدف واحد، استعادة الدولة اليمنية وإسقاط الانقلاب. ما حصل ويحصل اليوم هو منافي ومخالف لهذه الأهداف التي جاء من أجلها التحالف. الحكومة الشرعية لديها فرص أضاعتها من اليد، أكثر من فرصة، وما زال بيدها الآن هو تكلمنا عن هذا من قبل. إذا أرادت الدولة اليمنية والشرعية أن تعود الأمور إلى مسارها الصحيح فعليها بدء حوار مباشر مع التحالف بقيادة السعودية ومن ضمنه الإمارات. ما الذي يريدونه بعد 4 سنوات من الفشل؟ الحوار المباشر معهم سيخرج اليمن ويخرج الشرعية ويوصلنا إلى قاعدة أساسية نستطيع أن نتحرك على أساسها. أما البقاء تحت ظل السعودية والسعودية تمرر كل هذه الأجندات، اليوم الإمارات وغدا السعودية، هذا ليس حل. الحل الترقيعي هذا ليس حل قضية اليمنيين. 4 سنوات كفاية يعني تكفي لليمنيين دفعوا ثمنها من دمائهم من أموالهم من مستقبلهم. وفي الأخير نعم. إذا ما أرادت نعم الشايف في إشارتك هذه مباشرة. نعم لو قطعتك في إشارتك حول الانقلاب الذي حدث على الشرعية، هل كان الهدف منه إيجاد برأيك يعني هل الهدف منه إيجاد مبرر لقدوم القوات السعودية كونها تحتاج لشرعية لكي تتحرك في اليمن بشكل قانوني ومشرع؟ السعودية بعد قرار 2216 لا تحتاج إلى شرعنة لتواجدها في اليمن، لكن ما حصل مؤخرا وبهذا الاتفاق هي تكون أكثر قابلية عن الإمارات، خصوصا أن الإمارات يعني وصلت لمرحلة عدم قبول اليمنيين بها والنظر إليها كقوات تحتل العاصمة المؤقتة عدن والمناطق الجنوبية. وجود السعودية لم يكن حل صالح اليمن، ربما يكون حل السعودية نفسها تضع يدها على جنوب اليمن، لكن نحن كيمنيين هذا ليس الحل، وعلينا أن نتخذ الإجراءات اللازمة يعني الجلوس مع المملكة العربية السعودية والتحالف وجه لوجه. ما الذي يريدوه؟ هل يريدوا تخليص اليمنيين والاستمرار في هذا التحالف الذي جاءوا من أجله، أو يعلنوا فشل التحالف؟ السعودية تتهرب نعم. من فشل، من إعلام فشل التحالف، وتتهرب من تحمل مسؤولية هذا الفشل الذريع. السعودية بهذه الأوراق وبهذه الاتفاقيات هي تؤجل المشكلة وتحلها بحلول ترقيعية لا أكثر. أما في الأساس الحكومة الشرعية يعني أصبحت في مأزق لا يحمد عقباه لها ولا لليمنيين إلا في حالة نعم. إعلان فشل التحالف، ويتركونا أن نقوم بمسؤولية أنفسنا ونحارب على دولة. وصلت نعم وصلت فكرتك عبد رب وازع الشايف، كنت معنا من نيويورك الباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. وبالعودة إلى ضيفنا أيضا من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم قعطبي. سيد إبراهيم، هل يمكن القول أن الإمارات تعتمد وتركن بشكل نهائي على أدواتها المحلية في تنفيذ أهدافها بعد هذه المرحلة أو التطورات التي وصلنا إليها؟ بلا شك الإماراتيين المسؤولين الإماراتيين يتحدثون عن أن لهم 90,000 من الميليشيات الممولة من قبل الإمارات، ونحن نتحدث هنا عن الأحزمة الأمنية والنخب على امتداد الشمال وامتداد الجنوب عفوا، والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الانفصالي الجنوبي. حتى من قبل الإمارات لم تكن تستخدم أدواتها على الأرض، وإنما كانت تستخدم أقصد قواتها بشكل مباشر، وإنما كانت تستخدم ميليشيات الأحزمة وغيرها لتؤدي الدور القذر في الاغتيالات في استهداف السياسيين والأئمة، وكان لديها أيضا مرتزقة خارجيين. هي المرة الوحيدة ربما التي استخدمت الطيران وعده مرات في استهداف الجيش الوطني، لكن عادة هي تستخدم الميليشيات التابعة لها
على الأرض. نحن نتحدث اليوم على أن هناك مشاكل أو مواجهة بين الحكومة أو المحافظة في جزيرة سقطرى وبين الميليشيات الممونة من قبل الإمارات، فلذلك هي خلقت لنا لغم أو حقل القام سيتأثر به كثير من اليمنيون من الميليشيات التي مولتها وما زالت تمونها، وهي من ستقوم بالأدوات بالتخريب مستقبلا، وربما حتى المواجهة بين أبناء الجنوب أنفسهم وبين الشرعية وبين فرق وفصائل جنوبية. وهذا هي الكارثة الكبيرة التي زرعت لنا الإمارات، هي لا تود أي أمن واستقرار في المحافظات الجنوبية، لسبب أنها ترى أن اليمن وموانئه وموقع الاستراتيجي إذا في حال إقامة الدولة الفيدرالية العادلة لكل اليمنيين سوف يسبب لها نوع من المنافسة الاقتصادية على مستوى الشرق الأوسط، وهذا بحد ذاتها بالنسبة لها تراه أنه أمر خطير، فلذلك سوف تخلق لنا كثير من المشاكل مستقبلا إلى أن يقرر الشعب اليمني مواجهتها ومواجهة أدواتها. وأنا في اعتقادي أن الأيام القادمة هي حبلة بالمفاجآت، كون الشعب اليمني يوما بعد يوما لن يعد يقبل حتى بالشرعية نفسها طالما وهي سلمت أمرها وسيادتها وشرعيتها إلى هذا التحالف القذر الذي يعبث باليمن، الذي يحاصر الشعب اليمني، الذي يمنع دخول الطائرات اليمنية إلى أرض اليمن، الذي يمنع دخول المواطن اليمني إلى اليمن، الذي يمنع المواطنين من الخروج إلى للعلاج في الخارج، الذي يمنع دخول الغذاء والمواد الأساسية من أجل الحياة. نحن هنا لن نعد نتحدث حتى على حقوق، نتحدث على الحق في الحياة. هم مانعين الآن في حق الحصول على الأدوية وال يعني الغذاء وكل الأدوات الأساسية، فلذلك يجب أن ننظر إليهم ليس كشركاء وإنما كأعداء، كمهددين للأمن الداخلي. نعم سيد قعطبي، مهددين لوحدة الشعب اليمني. نعم، أشرت أنت أشرت لاحقا لأن الانسحاب الإماراتي هو كان نعم من الانسحاب من الأرض، لكنه هو فعلا انسحاب من التحالف الذي تدخل في اليمن. لكن هناك من يعتقد أنه انتصار أو يعني هناك طرح أنه انتصار للسعودية بإخراج الإمارات من العاصمة المؤقتة عدن، وهناك من يؤكد أنه تبادل أدوار. ما هو رأيك حول هذا الموضوع؟ انتصار على السعودية على حساب من؟ على حساب الشعب اليمني؟ يعني نتكلم على تسليم أرضنا من 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 مندوب إلى انتداب آخر؟ يعني هذا مشكلة يجب أن لا تنطلي علينا، وهذا يجب أن لا نسلم بهذا الحد، حتى الموضوع هذا يجب أن لا نخوض به بهذه الطريقة. يعني نحن يجب استعادة الشرعية والجمهورية، وأن تكون القوات الموجودة داخل الأراضي اليمنية هي قوات يمنية. نحن لا يهمنا إذا كان بينهم انتصارات أو تجاذبات حول النفوذ، هم بالنسبة للإمارات والسعوديين متفقين على الأهداف، ربما مختلفين على تقسيم النفوذ في اليمن. هذا مسألة ليست يعني بالنسبة لنا يجب أن لا نسلم بها ولا نتحدث عنها. نحن ما يجب أن نتحدث عليه أنه طرد تلك القوات الغازية والنفوذ، ولا نتكلم على موضوع بين السعودية والإمارات لأن هذا ليس جوهر وصلب المسألة. صلب المسألة هو إنهاء الانقلابات في اليمن واستعادة الشرعية، كل ما دون ذلك يجب أن لا يكون مقبولا، ويجب أن لا نضيع وقتنا في الخوض هل هذا انتصار للسعودية أو للإمارات، طالما وهم دولتين غازيتين انتدابيتين تحاول السيطرة على. إذن السؤال المطروح هنا في ظل حديثك، ما هو مستقبل العاصمة المؤقتة عدن واليمن ككل في ظل السيطرة السعودية الحاصلة الآن؟ أنا أعتقد في الأيام القادمة ستكون كثير من المفاجآت السيئة، كثير من ربما ما تخلقه السعودية اليوم هو سيؤسس لعنف مستقبلي، كون المتطرفين من الداعمين للانفصال لن يقبلوا بالوضع الجديد، وأيضا الحكومة الشرعية لن تقبل بالوضع الجديد، وأيضا الأحرار لن يقبلوا بالوضع الجديد والمقاومة اليمنية. فلذلك يعني وجود قوات سعودية
هي من تحتقر السلاح الثقيل، هي من تسيطر على يعني محافظة عدن والعاصمة المؤقتة عدن، ليس مقبول من جميع الأطراف، وإنما فرض عليهم حتى الانفصاليين أنفسهم. الانفصاليين دخلوا في مسألة من أجل استعادة الدولة، ولم يدخلوا من أجل تسليم أيضا قواتهم إلى السعودية. هذا أمر مرفوض من قبل جميع اليمنيين بكل شرائحهم الذين نتفق معهم والذي نختلف معهم. المسألة يجب أن تدرك السعودية أنها تلعب بنار في اليمن، أن اليمنيين لا يقبلون لا باحتلال خارجي ولا إقليمي ولا عربي ولا غيره. هذا المسألة بالنسبة لنا كشعب يمني حساسة جدا، يعني لم يقبلوا حتى بالحوثي، لم يقبلوا بالميليشيات الانفصالية، فما بالك أن يقبلوا بقوات سعودية وغيرها. يعني المنظر السيء الذي رأيناه، دبابات ومدرعات سعودية داخلة إلى عدن، يعني له الشبه الكبير من الاحتلال البريطاني عندما كنا نشوف دباباتها تجول في شوارع عدن. نعم. هذه المسألة يجب أن لا نقبلها كيمنيين، ولن نقبلها كيمنيين، ولن تحقق أي نوع من الأمن والاستقرار لا في الجنوب ولا بالنسبة لمسألة. نعم. الحوار اليمني المستقبلي مع كل التيارات اليمنية. نعم. وصلت فكرتك سيد إبراهيم القعطبي، كنت معنا من نيويورك المحلل السياسي، وأيضا الشكر موصول لعبد رب وازع الشايف، كان معنا أيضا من نيويورك الباحث السياسي، وشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وتحية للمعد ماهر أبو المجد والفريق العمل، وإلى اللقاء.